السلام عليكم، تحياتي لكم من شارع بيران زهران. الفيديو ديال اليوم يخص الاوراش اللي عندها علاقه بالصحه. نتواجدوا معكم شارع بيران زهران اللي كيعرف التواجد ديال واحد المجموعه من الاوراش مفتوحه. هذه مصحه جديده، مصحه الحكيم هارموني، هذه مصحه خاصه. لكن الفيديو درته باش نهضروا معكم على المشروع اللي كيهم اكبر شريحه من المتتبعين ومن الناس اللي هم مهتمين، اللي هو مستشفى التخصصات ديال مدينه مكناس، اللي سبق لنا هضرنا عليه شحال من فيديو، ولكن دابا جات لوكازيون باش نهضروا عليه يعني اون ديتاي. الا لاحظتوا معنا هنا هو يبان لكم ليه، يبان لكم لي غرو جاو انستالاو. نزيدو نقربو اكثر باش يبان لكم بشكل اوضح. الحمد لله هاد لي غرو لي تحطو هدف الخير، بان راه الاشغال تتعرف واحد التقدم الحمد لله. المشروع دابا تقريبا هادي واحد الشهرين باش بدا، واللي من المفروض ان شاء الله بحول الله تعالى غادي يكون عنده فائدة كبيرة عند السكينة، وهذا ما كنا نتمناه منذ زمان طويل. الحمد لله فعلا. هذا هو الشونتي، ها هو، هي البلاكة ديال الشونتي، البلاكة ولي غرو ها هما تيبانو لكم. هيا الصورة تبان لكم أوضح بشكل أوضح. جوج لي غرو، اللهم بارك. هذا هو الشونتيي، وهذه اللوحة ديال المشروع. تبارك الله عليكم.